لا حديث يشغل رواد المقاهي بمدينة المكلا هذه الأيام أكثر من الحديث عن تأرجحات الاقتصاد الوطني وتأثيره على واقع معيشتهم. فانهيار الريال اليمني وصل لأعلى مستوى له في تاريخه بعد أن تجاوز حاجز 500 أمام الدولار الأمريكي، ليشكل عبئا إضافيا على كاهل اليمنيين المثقل بثلاثية الحرب والجوع والمرض. والله أقول لك المواطن قده حيران، يخرج بفلوسه في كيسه ويرجع بها ثاني مرة للبيت، مش عارف يجيب زيت، يجيب حليب، يجيب رز، يجيب سليط. يعني الأسعار مرة نار، الواحد ما عاد يقدر يوصفها. 60 وال40 وال50 ما تجيب شيء. إذا كان تم الوضع على كذا، أني أخص الرئيس أن ينظر نظرة للشعب اليمني اللي حامل مسؤوليته في رقبته إلى يوم الدين. التدهور في قيمة الريال، والذي كان قد وصلت نسبته 200% منذ اتخاذ البنك المركزي بعدن لخطوة التعويم، دفع ببعض شركات الصرافة ووكالات الأدوية وكبريات مستودعات بيع الأغذية بالمكلا لإغلاق أبوابها، فيما ذهب آخرون للعزوف عن استخدام العملة الوطنية في تعاملاتهم. في هذه الأيام أصبح المواطن العادي يعاني من الظروف الصعبة، وبالنسبة للتجار يتعاملوا في هذه الأيام بالسعودي والدولار، وأصبح المواطن العادي محتار يعني كيف يتعامل مع هذه الظروف. وفي محاولة للحد من تداعيات الأزمة، أصدر محافظ حضرموت فرج البحسني تعميما لشركات الصرافة المحلية بإيقاف صرف العملات الأجنبية حتى إشعار آخر، فيما تتزايد مطالب الشارع بتفعيل الرقابة الحكومية لمنع التجار من استغلال تذبذب العملة والتلاعب بالأسعار. بالنسبة لارتفاع سعر الدولار وارتفاع الريال السعودي، أصبحت فقد الراتب جزء كبير من قيمته، بالتالي الشخص اللي كان يستلم مثلا 100,000 أصبح الآن ما قيمته 40,000 أو 30,000. أصبحت الناس الآن عاجزة أو أصبحت على شفا الفقر تماما. وتدفع هذه الأوضاع وما صاحبها من ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى التساؤل حول مدى قدرة الغالبية من السكان على التعامل معها في ظل تأخر صرف الرواتب التي حتى وإن تحصلوا عليها فلم تعد كافية لتوفير احتياجاتهم من الغذاء في بلد تقول التقارير الدولية أن 3/4 سكانه باتوا بحاجة عاجلة للمساعدات الغذائية والدوائية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.